في شيء بيسيطر على حياتي ويدمرها كلها. شيء مثل ايش؟ ما ادري، انا ماني فاهم. تكفيني يا لميس، ما عاد ابي اتكلم في الموضوع هذا، اذا تكلمت فيه اتوتر، اتوتر يوترني، ما عاد ابي اتكلم فيه. خلاص خلاص خلاص، هدي بالك، ومتى ما تبي تتكلم انا موجود اسمعك. تدرين، ما ادري وش كنت راح اسوي لو ما انت موجوده في حياتي. انت رجال قوي وعندك خبره بالحياه، واكيد بتقدر تعدي كل هذه الامور. لا، انت ممكن تشوفيني انسان قوي ومتماسك، بس من داخل انا طفل. ممكن اي مصيبه صغيره تصير لي تاثر فيني بشكل كبير جدا، فما بالك مصيبه كبيره تصير في حياتي. صدقيني راح تطاردني وانا صاحي وانا نايم. حتى لو كان هذا حقيقي، فهذا دليل انك فنان وتتاثر باللي حولك، وهذا اللي ميزك عن كتاب كثير ثانيين رغم قله اعمالك. انت كلامك يا لميس يبرد قلبي، احسه زي الثلج على جسمي. اول كنت متوتر ما ادري وش اسوي الين ما شفتك انت، بس انا خايف من شيء واحد، انا احس اني لو ما لقيتك ولا ضيعتك ابرجع مثل اول مره ثانيه ولا لا. طيب خليك معي، وش اللي يخليك تمشي؟ يا ريت ينفع. وليش لا؟ بنتي لو تشوفينها الحين أتعس وحدة في الدنيا. أنا جدا آسفة وحاسة فيك، بس يعني والله يكون في عونك، بس أنا وش دخلني؟ أنتي الموضوع هذا كله يخصك، وأنتي لك علاقة في هذا الموضوع. الحياة مو بسهولة هذه يا لميس، حنا اللي بنصنعها. يمكن يكون هذا قدرنا، هذا معناه أن بكل الأحوال راح تكون معي في يوم من الأيام، بس لازم أنا أبهج في البداية وأقول لك كل الحقيقة، لأن حياتك راح تتغير وما راح تكون مثل قبل بالأبد. أدري، بس كل اللي أعرفه أني بشوفك طول عمري، ما بيك تروحي. وهذا اللي أبيه، وكفاية علي على الأقل الحين. صدق